في هذه الحلقة الثانية من علاقة الحسن الثاني مع الكاتب المصري حسن هيكل وما طبعها من تجاذب وتقاطب غلفتها بعض من دبلوماسية الحسن الثاني في التعامل مع هيكل واستضافته ومحاولة استدراجه، لكن الكاتب ظل متشبتا بموقفه العدائي تجاه الحسن الثاني ونظامه. ظل حسن هيكل ينظر لنظام الحسن الثاني على أنه نظام رجعي ولا بد له من السقوط كباقي الأنظمة الاستبدادية والديكتاتورية التي سقطت في العالم العربي، وهو ما جعله في مواجهة مباشرة مع ملك يحب التحدي، سواء عبر استضافته أو عبر الترحيب به في لقاءات مباشرة أو عبر آلية الكتابة والتواصل الهاتفي، بينما كان الحسن الثاني ينظر إليه على أنه حطاب الليل. في هذا التقرير التاريخي نكتشف أسرار هذا العداء التاريخي وكيف تعامل الحسن الثاني بدبلوماسية مع حسن هيكل، وكيف ظل الكاتب المصري على تشبته بموقفه الدائم على أنه نظام استبدادي. ابقوا معنا، لا تذهبوا بعيدا، دعموا القناة واشتركوا فيها دعما لهذا المحتوى. ذات يوم جلس محمد حسن هيكل أمام معد ومقدم برنامج شاهد على العصر ليقول على قناة الجزيرة إن الأمير الحسن، ويقصد به الحسن الثاني، لم يكن بعيدا عن عملية اختطاف القادة الجزائريين، وإنه هو الذي أبلغ الفرنسيين عن طائرتهم التي خرجت من المغرب يوم 22 أكتوبر 1956 ليتم اختطافها. جاء رد المؤرخ المغربي عبد الهادي بوطالب مستشار الحسن الثاني وأستاذه السابق في حوار صحفي قال فيه إن الصحفي المصري يلفق أكثر مما يدقق، أرى أن نسبة التلفيق تهيمن على نسبة التدقيق في كلامه، وله قدرة على الجمع بين الشيء ونقيده، مضيف أن هذا الكلام عار من الصحة، إن القادة الجزائريين الذين كانوا ضيوفا عند محمد الخامس ليسوا مناوئين للمغرب أو لهم عداء ضده حتى يدبر لهم الحسن الثاني مكيدة ما، والمغرب في تلك الفترة كان يدعم الثورة في الجزائر ويتعاون مع قادتها في محاولة التحرير من الاستعمار الفرنسي، ولهذا فأنا أقول إن هيكل يشبه إلى حد بعيد حاطب ليل وأنا أرتي له. كان هيكل دائم التردد على مجالس الحسن الثاني سواء رفقة الرئيس جمال عبد الناصر الذي كان هيكل مقربا منه أو لوحده، بل إن الصحفي قام عام 1976 بوساطة بين المغرب والجزائر حين احتدم الصراع بين الجارين حول قضية الصحراء، استقبله الملك الحسن الثاني بفاس واستضافه لعشاء، ثم طار هيكل إلى الجزائر لغرضين: استكمال أعمال الوساطة وتسجيل حوارات مطولة مع هواري بومدين لم يكتب لها التاريخ أن تنشر قط، يقول المؤرخ السابق للمملكة في مذكراته ذاكرة ملك، وحين حديثه عن حسن هيكل الذي لم يقدر مستلزمات الضيافة ولا مقتضيات الوساطة لما لأثره للصحافة الجزائرية، تطرق الحسن الثاني لهذه النازلة مؤكدا أن هيكل قال للصحفي الجزائري سعيد بوعقبة إن الحسن الثاني ليس ذكيا كما يسوق المقربون منه، وإن ذكاءه يكمن في غباوة المحيطين به. ويضيف بوطالب: أرجع إلى ما قاله هيكل عن زيارته إلى المغرب ورفقة الرئيس المصري جمال عبد الناصر سنة 1969، لقد زعم أشياء غريبة خلال زيارته للمغرب، جاء فيها أنه بينما هو نائم في غرفته بفندق هيلتون بالرباط إذا بشخص يطرق عليه الباب في وقت متأخر من الليل ويطلب منه أن يرافقه إلى خارج الفندق ليبوح له بسر. حسب هذه الرواية فقد خرج هيكل مع هذا الزائر الليلي ووجد في انتظاره أربعة من الضباط المغاربة الذين كشفوا له عن هذا السر، وهو أنهم يخططون لقلب نظام الحسن الثاني
وأنهم سيفعلون في المغرب ما فعله العقيد معمر القذافي في ليبيا وجمال عبد الناصر في مصر. والمثير في هذه الرواية أن هيكل ظل يحتفظ بها في نفسه ولم ينشرها إلا بعد أن وقع انقلاب الصخيرات. قصص هيكل عن المغرب والحسن التالي بلغت قمتها عندما قال إن ملك المغرب سمح للأجهزة الأمنية الإسرائيلية وعلى رأسها الموساد بأن تتابع تفاصيل مؤتمرات القمم العربية والإسلامية التي انعقدت بالمغرب. لكن الأخطر في الأمر أن هيكل لم يكتب ولو كلمة واحدة عن الجزائر، فما السر في ذلك؟ قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.